هو غطى نواحي كتيرة جدا طارق الشناوي في الكتاب، مش شرط انه يتقال بقى فيها حاجات خاصة بناس كان لهم صلة بيها زي يعني، لكن لا طارق الشناوي استطاع فعلا يدينا صورة حية جميلة جدا على فن وإنسانية ومواقف. تحية كبيرة لك على العديد. تتمنى تقديم عمل سينمائي كامل يتناول حياة تحية كايروكا؟ حاليا يعني لو تعرض يعني عليه. هو كان في مسلسل اللي كان اسمه كاريوكا لكن ما ادهاش حقها المسلسل، وبعدين اتمنى ان يبقى في فيلم سينمائي، يمكن الفيلم في ساعتين يقدر يدينا فكره عن المشوار الطويل، عن الحاجه وستين سنه اللي هي قضيتهم في الفن، في عطاء مستمر وعطاء قوي باقي معنا الى اليوم.